على هامش أسبوع الأزياء الفارسي أجرى الزميل ليث بزاري لقاء حصريا إذن مع الممثلة المصرية نيلي كريم. الفنانة تحدثت عن فترة عملها في دار الأوبرا المصرية وعن إنهاء عملها الأخير فيلم هابي بيرثدي. رح تشوفيه الفيلم راوية؟ أكيد طبعا. نتابع المقابلة. اللي بالتجربة ده اسمه سعيتي، يعني لازم أبقى عارفة وفاهمة كل حاجة. فلوس كانت بتتحط قدامي يا فراولة، يعني أقول للفلوس لأ؟ أنت نفسك هتقول أنت نفسك، أنت بتشاور عليا كده عادي ليه؟ هتقارني بيك؟ قد إيه مهم الفنان أو الفنانة، الممثل أو الممثلة، يكونوا موجودين في عروض الأزياء في باريس؟ شفناك بدون ما نذكر أسامي بعروض تانية خلال الأسبوع، قد إيه مهم إلكم الفاشن؟ بص انا غير ان انا بحب الفاشن، انا غير اني بحب اتفرج عليه، لكن بقدر قوي الشغل اليدوي، بقدر قوي الباترون الحلو، الحاجات اللي معموله بالايد، الديزاينز اللي بتتعمل، لان انا كنت بشتغل في دار الاوبرا المصريه فتره طويله جدا طبعا، وعندنا ورشه الازياء كانك رايح متحف، من كل عرض كل ستايل، كل عرض باليه أو أوبرا في زمن معين في قصة معينة، فالملابس بتحكي بتكلم الحدوتة دايما، يعني مثلا زي باليه بحيرة البجعة هتلاقي كل فصل ليه فستان معين وفي ستايل معين، طبعا ستايل الباليه غير الأوبرا غير المودرن دانس، فالحاجات دي مهمة قوي بالنسبة لي. خلينا نحكي شوي تمثيل، شو رأيك؟ يعني مش وقته تمثيل شوية، أنا واخدة أجازة. مغضوب على أنت واخدة أجازة لأنه في الفاشن، الفاشن هلأ برضو مهم. صرحت أنه طارق العريان وعدك بالمشاركة في الجزء الرابع من فيلم أولاد رزق، هل حددت الدور أو تحدد الدور؟ لا لا، وإحنا كنا رايحين العرض الخاص كلنا مع بعض، فكنا بنهزر أنا وطارق صحاب من زمان، نعرف بعض من زمان، فهو كان قال معايا بقى في الجزء الرابع إن شاء الله، وعايزة أبارك لهم على الجزء الثالث اللي عملوه نجاح ساحق ونجاح كسر الدنيا في مصر وفي السعودية. وانت خلصت فيلم هابي بيرثدي. خلصت فيلم هابي بيرثدي بس هتكلم معاك بعدين فيه عشان لازم نروح دلوقتي الشو. طيب نيلي، اخر شيء وصلت انا وياك بعرض ستيفان رونون، احكينا ورا بعض في كل عرض ازياء تاخد مني كلمتين. بس هلا لازم نخلص كل سؤالين، بس انه بس بتعرفي شو، احنا خلصنا عند قصه طارق العريان وطارق طلعت مزحه، وهلا احنا بعرض زهير مراد. بدي اسالك، انت انتهيت من هابي بيرثدي، احكي لنا اكتر عن هالعمل. بص مش هعرف احكي اكتر لان يعني هحكي في حدود المسموح، بس هو فكره ساره جوهر هي اول مره تخرج، وانا بتحمس للناس اللي بتخرج اول مره لان بحس فيهم شغف وفيهم حاجه مختلفه خالص عن المخرج اللي مش اول مره ونجح قبل كده، بيبقى الفكرة بالنسبة له الفيلم البيبي بتاعه، فبيقعد وأنا شفت كمان في التصوير هي بتشتغل إزاي مع كل ممثل، في معنا أطفال قد إيه بتبقى حساسة قوي، بتقف ورا الكاميرا، ملاحظات دقيقة، بتحب الممثل وده مهم قوي طبعا. أحيانا المخرج بيبقى بيختار الكادر، وفي مخرجين بيختاروا الأداء التمثيلي الأداء المظبوط الإحساس، صحيح. فهي سارة من المخرجين اللي بتختار الإحساس. نعم. هلأ بعد انفصالك عن هشام عاشور شفناه صرح بأنك عن هشام، مش هتكلم عن أي حاجة طيب. شخصية. هل المرأة هي نكدية أم الرجل لا يستطيع مجارتها عاطفيا؟ لا، هي الظروف اللي بتبقى صعبة. كيف يعني؟ يعني كل واحد بتبقى حسب، ممكن كانوا بيحبوا بعض محطوطين في ظروف وحشة، او عكس صحيح اتنين ما كانوش بيسيبوا بعض اتحطوا في ظروف كويسه، ما اعرفش، هي كل واحد عنده القصه بتاعته، عنده يعني اتس انديفيديوال، يعني صحيح. مش مفيش حد شبه التاني. طيب نرجع شوي لورا، فاتن حمامي اكتشفت انك انت منيحه للفوازير، هل لا هي ما اكتشفتش ان انا منيحه للفوازير، هي خدتني من الفوازير. أيوة. عملت معاها اول مسلسل كان اسمه وجه القمر، وكان اول عمل ليا درامي. ايوه. وكنت انا واحمد الفيشاوي والفنانه غادة عادل، كنا يعني لسه كان تقريبا اول مره عمل درامي بالنسبه لي. طيب. السؤال، هل هناك خطه لمشروع دخول مشروع فني طبعا لعمل فوازير؟ بص هي ما بتبقاش كده، هي كل مخرج او منتج بيبقى عنده البروجكت، بيبقى عنده
حاجة بيعرضها عليك أو يا إما فكرة بتجيلك أنت. يمكن أنا دلوقتي مركزة في السينما أكتر في الأفلام أو لو في مسلسل أنا حابة أعمله، يعني الوضع بالنسبة لي بيبقى مختلف شوية. والسؤال الأخير، علقتي على دورك بمسلسل ليلى بأنك تضحية الأم من أجل الأبناء، تولد علاقة أسرية غير سليمة، إيه السبب برأيك؟ لا هي مش كل واحد وعنده كيس برضو، ما تقدرش تعمم مسلسل على كل الكيسز أو أنا ظرفي غير حد تاني غير حد تالت. هو المورال إن الواحد لازم يحب نفسه وفي نفس الوقت يحترم الآخرين. صحيح. وما يبقاش في أنانية بس في يعني. سؤال برضو هاد أخير. كيف أخير 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 يعني اللي إحنا بنحبه كتير. والله العظيم بضحك عليك. آخر سؤال، كيف بتختاري أدوارك؟ شو البوينتس المهمة بحياة فنان حتى يختار العمل؟ هل هو الشخصية اللي يلعبها بالدور اللي يلعبه في العمل، أم الكاريزما، أم لازم يكون النجم في الدور اللي بدي أقدمه؟ والله أنا شخصيا بختار الأدوار حسب حالتي النفسية. يعني ساعات بيبقى نفسي أعمل حاجة كوميدي، مش عايز أعمل حاجة دراما لأن ببقى يعني عندي دراما في حياتي فمش عايزة أعيشها على الشاشة. وساعات العكس صحيح، بيبقى نفسي أعمل حاجة أبقى أنا فرحانة بيها. يعني بنقدر نقول إنك أنت مزاجية في التمثيل؟ طبعا مزاجية جدا، وحسب المواضيع ممكن يبقى موضوع حلو قوي بس هيكئبني نفسيا مش هعمله. شكرا لك. بس كده من جد حلو. إحساسك إيه إن كابتن عادل ضمك للفريق؟ والله دي كانت مفاجأة حلوة قوي من الكابتن، الله يبارك. مشاهدينا طبعا فعلا مقابلة جميلة جدا.